اليوم جبت لكم واحد المقشر اللي هو مقشر في نفس الوقت، ماسك صالح للبشرة الجافة ثم البشرة الدهنية. النتيجة دياله جد فعالة، الثمن دياله مناسب بزاف، ورائحة دياله جد رائعة. تابعوا الفيديو. السلام عليكم البنات، كل شيء بخير، انتم على باس؟ كنتمنى كما العاده هذا الفيديو يلقاكم في امان الله وفي صحه جيده. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش اولا تبارطاجي الفيديو، اللي مازال ما تابوناش اتابونا مع الضغط على الجرس بطبيعه الحال باش يوصلكم كل جديد. هناك عديد من النساء او عديد من يعني الدراري والبنات الرجال ثم النساء تقلبوا على شي غوماج اللي يحيد لهم لي بوان نوار، اللي ينقي لهم البشره ديالهم من جميع السموم او التلوث ديال النهار كامل. ويعني كيبغيو يلقاو شي مقشر ويكون في نفس الوقت هو ماسك ويكون الثمن ديالو جد مناسب. اليوم لقيت لكم هذا المقشر هذا اللي ينقي لكم البشره ديالكم ويزول لكم جميع السموم اللي كتكون نهار كامل، وبالاخص الناس اللي عندهم بشره دهنيه ثم بشره جافه. بالنسبه للناس اللي عندهم بشره دهنيه يعني ينقيها لكم لي بوان نوار، يحاول انه يحيد لكم ديك الدهون اللي كتفرز البشره بطبيعه الحال في ديك اللحظه، يعني ماشي غنشفها لكم 100% ولكن انه تيحاول يساعدكم باش يحيد لكم ديك الدهون اللي في البشره. وبالنسبه للبشره الجافه حتى هي كذلك كيحاول انه ينقيها ويحيد لها كاع جميع السموم اللي كتكون في البشره بطبيعه الحال، الا الناس اللي عندهم بشره حساسه. بالنسبه للناس اللي عندهم بشره حساسه راه غير صالح للبشره الحساسه تماما، يعني كنعاودها ونعاود نقولها غير صالح للبشره الحساسه. بالنسبه للناس اللي عندهم بشره حساسه فين يديروا؟ يمكن ليهم يديروا في لوكور ديالهم، يعني في الجسم ديالهم ممكن يستعملوه. الا بغات دير غوماج اصلا مقشر للناس اللي عندهم بشره حساسه هو من الاحسن تتفاداه. والا حاولت انها تبغى ديرو كدير ديك الوصفه الطبيعيه اللي منها داك الكوك اللي ديجا هضرت لكم على هذه الوصفه هذه. دير الكوك مثلا مع دانون مسوس، يعني ياغورت مسوس ديرو معاه، كيعطي حتى واحد النظره واشراقه زوينه للبشره. ولكن هذا الكوماج اللي غنوريكم ما يستعملوش الناس اللي عندهم بشره حساسه، كنعاود ناكد على هذه القضيه. المقشر اللي هضرت لكم عليه اللي هو هذا البنات ماسك اي كوماج، يعني مقشر وفي نفس الوقت ماسك ديال لاغام بروفيتال. فوالا كنتمنى يكون باين لكم مزيان. هاد لاغام ديال بروفيتال كنحاول ديما ناخذ من لي برودوي ديالها. علاش؟ حيت الثمن ديالهم اولا جد مناسب وحتى النتيجه ديالهم مزيانه بزاف. دونك هاد الكوماج اولا هاد المقشر كما قلت لكم الناس اللي عندهم بشره حساسه ما يديروهش، من غير الناس اللي عندهم بشره دهنيه ثم جافه، وصالح حتى الجسم ديالنا. هاد المقشر هذا شنو هما المكونات ديالو ولا شنو هو السر باش كيعطينا جماليه في البشره ديالنا، سواء البشره ديال الجسم او البشره ديال الوجه؟ من المكونات ديالو عندنا حبوب القهوه، عندنا شوكولاته او اكستري دو شوكولا، عندنا زيت جوز الهند، ثم عندنا زبده الكاكاو. هاد المكونات كامله غنتكلموا عليها وغنعرفوا كل نوع ليش كيصلح. المكون الاول كما قلت لكم هو حبوب القهوه. هاد حبوب القهوه شنو كيديروا البشره؟ قبل ما نتكلم لكم عليه علاش قلت لكم غير صالح للبشره الحساسه، حيت هذوك حبوب القهوه او بمعنى اخر داك التخت اللي تيكون ديال القهوه راه فيه واحد الحبيبات، وهذوك الحبيبات راه هما قاصحين للبشره، يعني صعاب باش تحكي بهم او باش تقومي بهم البشره ديالك، حيت اون فوا ديرهم بشره حساسه راه كتخرجي على البشره ديالك. هذاك الشيء علاش هذا المكون هو اللي يخليك انك ما ديريش البشره الحساسه. كما قلت لكم حبوب القهوه اشنو كدير للبشره؟ كتغذي البشره، كتمنع من ظهور التجاعيد في سن مبكر، كتعطي اشراقه ونضاره ورطوبه جميله للبشره ديالنا، كما انها كتمنع لينا حتى من ظهور علامات التعب. المكون الثاني اللي هو الشوكولاته. الشوكولاته بطبيعه الحال ماشي غادي ناكلوها ولكن غنستعملوها البشره ديالنا. هاد الشوكولاته تحتوي على مضادات الاكسده، كما انها كتهدئ البشره المتهيجه. غتقولوا لي بانها هاي كتهدئ لنا البشره المتهيجه والحساسه، انا متفقه معكم
ولكن بسبب وجود حبوب القهوة داكشي علاش لا يمكن ان نستعملها للبشرة الحساسة. دونك هو هاد الشوكولاتة كتنتج لنا الكولاجين، والكولاجين كيؤدي الى تأخر التجاعيد، وبالتالي كتعطي البشرة إشراقة ونضارة ورائحة جد رائعة. المكون الثالث اللي هو زيت جوز الهند او ويل دو نوا دو كوكو. هاد جوز الهند هذا كيمنع من جفاف البشرة، كيرطب لنا البشرة ديالنا، كيساعد انه كيحيد لنا المكياج اللي تيكون في البشرة ديالنا، كما انه كيعطينا حتى هو واحد النضارة مزيانة للبشرة ديالنا. ثم المكون الرابع اللي هو زبدة الكاكاو. هاد زبدة الكاكاو كتحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية. هاد الأحماض الدهنية تؤدي إلى ترطيب البشرة، كما أن زبدة الكاكاو كتعالج لنا حروق الناتجة عن أشعة الشمس وتوحد لون البشرة. وبالنسبة لزبدة الكاكاو صالحة حتى الشفتين، يعني هذا المقشر هذا كتستعمليه حتى الشفتين، كيحيد ديك الخلايا الميتة وتعطيه واحد الرطوبة اللي هي مزيانة. من بعد ما عرفنا المكونات ديال هذا المقشر اللي هو في نفس الوقت ماسك، يعني كل مكون شنو الدور ديالو وليش كيصلح، نعاود نوريكم بعدا لو برودوي اللي ما شافوش في الاول يعاود يشوفوا دابا، اللي هو هذا ماسك غوماج اي ماسك. هذا المقشر ديال بروفيتال كما قلت لكم هو يعني طريقه الاستعمال ديالو كيفاش يمكن لك تستعمليه. هو من الاحسن ملي كديريه في الفيزاج كتحاولي ديريه هنايا في النيف ديالك بطبيعه الحال فين تيكون عندنا دوك لي بوان نوار، كديريه في الجبهه ديالك، كديريه هنايا، يعني هاد المنطقه هذه هي اللي خصك تحكي زعما اكثر اللي تقدري انك تقوميها. اما بالنسبه لهنايا يعني كتحاولي انك دوزي غير بطريقه خفيفه، مي هنايا تقدري دوزي بشويه، يعني على حسب كل وحده كتعرف النوع ديال البشره ديالها، يعني كل وحده عارفه نوع البشره ديالها. هي من الاحسن كما قلت لكم ما تحكوش اكثر من القياس. هذا المقشر هذا راه ماشي تبقاي ديريه كل نهار ولا عاوتاني، الحاجه ملي كتفوت الحد ديالها راه كتؤدي الى نتائج سلبيه. بالنسبه لهذا المقشر الا استعملتيه مره في 15 يوم او مره في 20 يوم راه كافيه ان البشره ديالك تكون يعني كتحاولي تنقيها من دوك السموم او لي بوان نوار بطبيعه الحال. بالنسبه لهذا المقشر البنات راه ما خصناش نستعملوه اشاك فوا، يعني كل مره نقولوا لا راه كتحسي بوجهك مثلا موسخ ولا هذا، كتنوضي ديري المقشر هذا، كثرت المقشر عاوتاني غيحول لك البشره الى بشره حساسه. خصنا نعرفوا طريقه الاستعمال ديالو كيفاش. دونك كاين حتى بالنسبه لبعض البنات في الحمام مثلا البشره اصلا تيكون المسام ديالها مفتوحه، كتكون ديجا هي مع لا فابور مع داك البخار ديال الحمام ديجا هي راه كتولي حساسه في ديك اللحظه، وكتنوض مثلا السيده كتزيد كتحك بداك القماش كتحك، يعني كتزيدي تخرجي على البشره ديالك كثر. الا مشيتي الحمام ما ديري كاع المقشر نهائيا، هي راه حتى ملي كتجي من مور الحمام راه حتى الكريمات ما كديريهاش، علاش؟ حيت كتخلي البشره ديالك تنفس تخليها على راحتها. دونك هذا المقشر كما قلت لك ديريه مره في 15 بحال هكا اللي تكوني مشيتي للحمام لا حتى شي بلاصه. دونك وبالنسبه للكور ديالك حتى هو تقدري تستعمليه كما كنقول لكم غير بشويه، يعني بطريقه تكون خفيفه. وبالنسبه للرائحه ديالو البنات جد رائعه، يعني فاش تديريه كتحسي بديك ريحه ديال القهوه، ريحه ديال الشوكولات كتحسي بها مخلطه، وحتى فاش كتستعمليه وكتغسلي كيخلي واحد الرطوبه زوينه. بالنسبه لهذا الكوماج البنات كما قلت لكم نتوما عارفين عندي بشره حساسه، دونك ما كنستعملوش البشره الوجه ديالي، كنديروا البشرات الجسم. كانت واحد الصديقه ديالي كانت باغا كوماج، يعني عيات ما تجرب باغ شي واحد رخيص ويكون اوميم طون ماسك، يعني تكون شي حاجه هكا وهكا. قلت لها راه كاين واحد ديال بروفيتال اللي هو كوماج اي ماسك، جرباته عندها هي بشره دهنيه، يعني اقتنعت بالنتيجه ديالو زوينه بزاف وريحته واعره. هذاك الشيء اش خديت انا نديرو، ولكن كما قلت لكم كنجربوه في لوكور ديالي، راه مزيان حتى لا سيلوليت، ولكن مع المده ما نقولكش حيد ديك لا سيلوليت، ولكن المهم مع المده هذاك الشيء. مي عنده رائحه جد رائعه كتبقى النهار كامل ديك ريحه القهوه والريحه ديال الشوكولات زوينه بزاف. بالنسبه لا تيكستور ديالو غادي نوريها لكم بعدا، شوفوا كيفاش داير. فوالا هو داير بحال هكا، يعني عنده الغلاقه ديالو هنا كتحليه. واو ريحه زوينه، عرفتي مع الحله ديال ديك البواطه مع كضربك واحد الريحه غزاله بزاف. انا نوريه لكم ما عرفتش واش كيبان ولا لا، بلاتي نحاول نحنيه شويه هكا باش ما يتكبليش في الارض ولا شي حاجه. فوالا
ها نتوما هو راه ديجا راه معلك، شوفوا كيفاش داير. وما ديك الرائحه ما شاء الله عليها، ريحه غزاله فيها. فوالا ها نتوما كيفاش كيتهزوا، راه قاصح. علاش؟ حيت هو المكونات ديالو راه جد طبيعيه، كما قلنا زيت جوز الهند، زبده الكاكاو، الحبوب ديال القهوه، ثم الشوكولاته. دونك كما قلت لكم انا غادي نجربو لكم في يديا هنايا، وغنشوفو كيفاش داير بعدا. فوالا ها كيفاش. دونك كديري على شكل دائري بالنسبه للو نيغل النيفو هنا الجبهه، وبالنسبه لهنايا، وتحاولي انك كدوري بحال الطريقه هذه. وبالنسبه للكوغ كذلك راه كديري بهذا الدائر على شكل دائري بهذه الطريقه. فوالا كنتمنى يكون باين لكم مزيان. انا نكملها بحال هكا عاد نوريها لكم. فوالا فوالا، انا كنظن بانني كثرت شويه، فاذا كثرت غير باش نوري لكم لا تيكستور ديالو كيفاش دايره. هو كتلصق شي شويه علاش؟ حيت فيه ديك الزبده ديال الكاكاو كيما زيت جوز الهند. المهم كيجي هو بهذه الطريقه كما قلت لكم، الرائحه ديالو جد 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 رائع البنات. تاكدوا بانكم الا جربتوا هذا المقشر اللي هو في نفس الوقت ماسك، يعني غيعجبكم بزاف، وحتى الثمن ديالو راه مناسب. وهاد باردون هاد لوبو هذا، يعني هاد البواطه هادي راه دوز ليك ما عرفتش شحال، دوز ليك مده طويله، يعني شحال ما بغيتي ديري راه كتستعمليه كيدوز مده طويله بزاف. فوالا كما قلت لكم، هو من تستعمليه بهذه الطريقه راه حيت غوماج، وكما قلت لكم ماسك، يعني كتستعمليه وتحاولي تخليه شويه في البشره، بشره ديال الوجه كتخليه على عين واحد 15 دقيقه تقريبا، وعاد ديك الساعات باش يمكن لك تغسليه. المهم ها هو، انا دابا غادي نمشي نغسل يديا وغنجي نوريكم النتيجه ديالو كيفاش كتبان. دونك انا غسلت يديا في اليد، بطبيعه الحال ما غاديش يبان بديك الطريقه بحال اللي عادي ديري في البشره، ولكن كتحسي برطوبه في البشره، كتحسي بواحد اللمعان، بواحد الاشراقه، ورائحه جد رائعه. يعني كنركز لكم على هذه القضيه ديال الريحه ديالو زوينه بزاف، وبالنسبه للثمن ديالو حتى الثمن ديالو زوين بزاف. غنوريكم بعدا هنايا بشحال غادي تلقاي في لافارماسي. في لافارماسي ما عرفتش يبان لكم ولا لا، ها هو الثمن هنا، نحاول انني نقربها، كيدير 157 درهم في لافارماسي. بالنسبه لاباغا غادي تلقايه كيدير ما بين 100 درهم حتى 105 درهم، يعني 100 درهم حتى 105 درهم. هذا لوبو كامل يعني كنظن الثمن ديالو راه جد مناسب. وبطبيعه الحال بالنسبه للناس اللي كيبغيو يحافظوا على البشره ديالهم ويحميو البشره ديالهم، اي سورتو مع الصيف، مع الشمس اللي كتكون، الغبره، وهذا الشيء كامل كيخصنا مره نديرو الكوماج. كنتمنى البنات ان هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا، وكما انني كنتمنى مره اخرى انكم تبارطاجيو لا فيديو. اللي مازال ما تابوناش يمكن له يتابونا مع الضغط على الجرس، والى فيديو اخر ان شاء الله.